أصدرت وزارة الأوقاف العدد الأول من أول نشرة إلكترونية شهرية تصدرها الوزارة لمعالجة القضايا المجتمعية تحت اسم وقاية. وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في مقالة بنشرة وقاية إن الأسرة في الإسلام حظت نصيبا وافرا من الاهتمام والرعاية، وبلغ شأنها مبلغا عظيما من التقديس والعناية، وذلك لأنها نواة المجتمع وتمثل في تكوينها نموذجا مصغرا للمجتمع.